يقول السائل: أنا موظف وصاحب العمل يكلفني بطرد الموظفين المتغيبين والمتأخرين بدون عذر، فماذا أفعل؟ وهل أكون سببا في أذية الناس أم أعصيه ولا أعرف السبب؟ إن كان الأمر فيه اختيار فأنت لا تتولى هذا العمل، خلي تولاه غيرك. أما إذا ألزمك به إلزاما وقال لازم تقوم بهالعمل ولا يحصل عليك كذا وكذا من الضرر، فأنت لا تظلم أحدا، لا تظلم أحدا، قل الحق. المتخلف والمتلاعب بين خطأ، لكن قبل أن تبين خطأه عليك بمناصحته، تناصح هذا الشخص وتقول له: أنا مكلف بهالعمل وهذه أمانة في ذمتي، ولكني أنا أحب لك الخير، أريد منك أنك تترك هذا الإهمال وتقوم بالعمل، وإلا ترى آخر الأمر سأبلغ عنك ما أراه منك من التقصير والخطأ. حينئذ تكون قد أعذرت إليه وقمت بالواجب.